مرحبا بكم في صحة ماج. كما كل يوم نجيب لكم موضوع جديد على الصحة التغذية والجمال، وإذا تابعتوا العادة تاع اليوم راكم راح تعرفوا أكثر عن فوائد الاستحمام بالماء بارد. في رأيكم كاين فوائد صحية للناس اللي دوشوا بالماء بارد؟ هذا شيء صحيح. الاستحمام والاغتسال هو سلوك شبه يومي عند كامل الناس، وعنده ارتباط وثيق بالصحة البدنية والراحة النفسية. زمان كانوا الناس يدوشوا بالمياه تاع الآبار والأنهار وتكون باردة، من اليوم الناس كامل ولا تدوش بالماء سخون باش تيفيتي ما تمرضش، وهذا يعتبر اعتقاد خاطئ. لادوش بالماء بارد عندها فوائد بزاف. من هذه الفوائد نلقاو تسريع زوال الآلام في العضلات، تحسين مستوى نضارة الجلد والشعر، تحسين مستوى عامل جهاز مناعة الجسم، تنشيط عامل الدورة الدموية في الجسم، زيادة الطاقة والتركيز وتحسين الذكاء. كما أنه لادوش بالماء بارد تساعد على فقدان الوزن ويخفف من الإجهاد والاكتئاب، ويزيد في إفراز هرمون الأنسولين في الدم، ينشط غدة البنكرياس وينشط الأعصاب الحسية في الدماغ. لادوش بالماء بارد تشد البشرة وتأخر ظهور التجاعيد. أما إذا كان الجو بارد بزاف لازم تسخنوا شوية الماء باش هكذا تيفيتيو نزلة البرد والحمى. حذاري، لا ينصح الاغتسال بالماء بارد في الشتاء للناس اللي عندهم أمراض القلب اي سورتو للدراري صغار. إن شاء الله نكونوا فدناكم. تقدروا تعاودوا تشوفوا صحة ماك سوغ انترنت فيسبوك ولا يوتيوب. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في صحتكم، بقاو على خير.